السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في كود بي اس 91، أو هو متخصص في Construction Pre-Qualification Questions، اللي هو عبارة عن إيه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم على البي اس 91 أو Construction Pre-Qualification. هي عبارة عن إيه؟ باختصار عشان سهل الموضوع، لو في كذا ناس مقدمين على مناقصة، ازاي نختار منهم ومبقاش المعدل او المعيار الوحيد للاختيار هو الفلوس. لان ممكن واحد يقدم فلوس قليلة بس هو ما عندوش الامكانية وما عندوش الجودة ان هو يعمل حاجة كويسة جدا، فهو بيعمل استبيان ويبدأ يسألك بعض الاسئلة عشان يتأكد ان انت ملائم لان انت تعمل الشغلانة ديت، تمام. فهو بيقول لك يعني من ضمن الأسئلة مثلا: هل أنت عملت مشروع زي ده قبل كده؟ طب اسمه إيه والناس مين وهكذا. فهو بيديك بعض الأسئلة، في أسئلة إلزامية وفي أسئلة اختيارية وفي حاجات إضافية. في أسئلة إلزامية زي هيكل الشركة، تفصيل الاتصال، البيانات المالية وهكذا. ودي تبقى كويسة جدا عشان نعرف نختار أفضل حد ممكن يعمل الشغلانة دي. هو ده البي اس، ده معمول من معهد المعايير البريطانية بي اس اي، وفي شوية تحديثات حصلت سنة 2013 عليه بعد ما تشاوروا مع الاتحاد الوطني للبنوك وجمعية المقاولين الكهربائيين وهكذا، اتفقوا ان هم يعملوا الحاجات دي. فهو عشان يعمل ايه؟ بيساعد الناس انها تفهم ايه الحاجة المطلوب منهم، المورد نفسه يفهم ايه المطلوب منه بالظبط، ويبقى فيه نوع من الاتساق وفهم اكثر للمشروع ده شكل ايه. طيب خلينا نفتح الكتاب، هو عبارة عن 44 صفحة. هو بيشرح لك بعض المصطلحات، مين هو سبلاير ومين اللي بيبيع ومين اللي بيشتري وهكذا، وبعض الأسئلة زي اسم المنظمة، زي هل هي مرخصة ولا لأ، طب النوع بتاعها، طب عدد الموظفين اللي موجودين، الخبرة اللي موجودة، هل انت واخد شهادات معينة مثلا في الموضوع دوت، هل انت مهتم بالهيلسي. هو مش بتقول اه لا، ده انت بتشرح بعد كده ايه دليلك على الموضوع دوت. اه احنا عاملين كذا عاملين كذا، واخدين ترخيص من كذا، طب هو الرقم اهو بتاع الترخيص وهكذا. ولازم تديله اسامي 3 ناس اللي اشتغلت معاهم عشان تثبت له الكلام دوت. فصراحة كويس جدا ان انت يبقى معاك حاجة زي كده وتبدأ تسأله، من خلال المقارنة بين الناس ممكن تلاقي في بعض الناس يعني مستثنيين، يعني شركة كبيرة بس مش اشتغلتش ولا مرة، ما عندهاش ولا مشروع في المستشفيات وانت مشروعك مستشفى، او مثلا استادات وانت مشروعك استاد. فتبدأ تختار من خلال معايير اخرى بالاضافة للارخص، تمام. فدي من الحاجات اللي ينصح بيها، يعني مثلا بخصوص مثلا البيم، هل انت شغال على كوماند داتا انفايرومنت ولا لا، هل انت وصلت البيم ليفل 2 ولا لا. طبعا مش تقول اه لا، انت تقول والله اهو ده عملنا كذا، او انا فاهم كذا، او معانا كذا. البيم اكشن بلان شغال بيها ولا لا، او ايه فهمك بالبيم اكشن بلان، هل انت ليك مشاريع في الخليج مثلا. ده ممكن تظبط سؤال يصير بالشكل دوت. هل انت عندك ناس بروفيشنال في المجال؟ طيب ابعت لنا السيفات بتاعتهم وهكذا.